بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا اليوم عن قضية من أخطر القضايا في الفكر الإسلامي، قضية ضل فيها الكثير ولم يحسنوا فقهها ولم يحسنوا مداخلها، نظرا لأنهم لم يدرسوا الشريعة الإسلامية دراسة عميقة ولم يدرسوا كذلك الواقع المعيش. حديثنا عن فقه بناء الدول رؤية عصرية. هذا الكتاب من أهم الكتب التي أصدرتها وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم، فقد قلنا بأن وزارة الأوقاف تعمل على مشروعين اثنين: على مشروع هدم الأفكار المتطرفة وبناء الفكر الصحيح. وفي هذا الكتاب أبحاث عديدة، منها بحث خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، سماته ومظاهره. أولا، نحن نعلم أو ينبغي أن نعلم أن كل خطاب أيا كان نوع هذا الخطاب، أي خطاب له سماته وله معالمه التي ترسم شكل هذا الخطاب، له سماته التي ترسم معالم وشكل هذا الخطاب وترسم صورته في أذهان الناس. خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة ليس بدعا من بين الخطابات عامة، فهو أيضا خطاب له شكله وله مظاهره وله سماته وله معالمه. فحين يتأمله الناقد الحصيف أسلوبا ومحتوى يكاد يضع أنامله على أبرز سماته ومظاهره. عندما نستمع إلى هذه الجماعات المتطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الكتابات التي ينشرونها هنا وهناك، فإننا نجد مظاهر عديدة وسمات عديدة لخطاب الجماعات المتطرفة. نجد السمة الأولى إنه خطاب عنصري أحادي، فهو خطاب ينبعث من عنصرية تتنكر لجميع الفصائل والفرقاء، وإنما هم خلايا في الكيان الإنساني، مستحيل أن يستشعر هذا الكيان الصحة والحيوية إلا بتفاعل جميع فصائله وفرقائه في بوتقة عامة للإنسانية. يعني هذا الخطاب لدى الجماعات المتطرفة خطاب عنصري أحادي، هم فقط دون نظر إلى بقية المجتمع، دون نظر إلى الدولة، دون نظر إلى المؤسسات، دون نظر إلى أي شيء. هو خطاب لا ينظر إلا إلى نفسه فقط دون أن ينظر إلى بقية الخلق الذي يعيش داخل الدولة الواحدة أو الذي يعيش في العالم كله. فهم لا ينظرون إلى أن هناك أناسا تعيش بعقائد مختلفة، وهناك ألوان مختلفة، هناك أجناس مختلفة، هناك أفكار مختلفة. العالم يموج بالعديد من الرسالات السماوية، ويموج بالعديد من الأديان، ويموج بالعديد من الأفكار والفلسفات والمعتقدات. هؤلاء المتطرفون لا ينظرون إلى هذا كله، فهو خطاب لا مكان عنده لمضامين صورة كاملة في القرآن الكريم
وهي صورة الكافرون. كلنا أيها السادة المشاهدون نقرأ هذه السورة الكريمة التي يأمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين لغير المسلمين أن لكل فصيل معتقده وقوانينه وتشريعاته وقيمه، وأن لكل بكل صراحة دينه، وذلك يتكرر في سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكل معتقده، لكل تشريعاته، لكل قيمه، لكل فكره. نحن قلنا بأن المجتمع لابد أن يعيش على نظام من التعايش السلمي. هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة لا تعرف إلا الأحادية، لا تعرف إلا الخطاب العنصري، أنها وحدها على الحق، وأنها وحدها هي التي ينبغي أن تدخل الجنة، وأنها وحدها هي التي ينبغي أن تحكم الناس وأن تعلو في الأرض. كل ذلك خطاب عنصري، ومن هنا لابد من المصارحة بأن الدم لن يجف حتى تختفي هذه الرغبة الشريرة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة. ويترتب على هذا الفهم، إنه خطاب عنصري أحادي، يترتب على هذا الفهم إنه لابد أننا نقضي على هذه الجماعات الإرهابية، يترتب على ذلك اختفاء الأحادية في الحوار الإنساني، وحتمية أن يستمع كل منا للآخر. المجتمع لابد أن يعيش على حوار ثقافي وعلى حوار ديني، وكل منا يستمع إلى الآخر وينظر فيما يطرحه الآخر، لكي نصل بعد هذا الحوار إلى شيء نتفق عليه، أو يبقى الحوار ونختلف. وأن لابد أن يتطرح المجتمع كله الحوار من أجل حياة أفضل. والله عز وجل يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المناهج متعددة، والشرائع متعددة، والأفكار متعددة. المجتمع الصحي لابد أن يقوم على الحوار. الجماعات الإرهابية المريضة لا تعرف هذا الحوار. السمة الأولى عندها العنصرية والأحادية. وفي هذا الصدد يتحتم أن نفهم أن التعددية الدينية في الوطن الواحد طبيعة إنسانية، فلم يقل عاقل بأن البشرية نسخ مستنسخة بعضها من بعض، بل الذي أقره وقرره الإسلام أن التعددية واقع ملموس. يعني الله عز وجل قرر لنا في القرآن الكريم أن هناك تعددية، وأن التعددية واقع ملموس. يقول البيان القرآني ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو أراد الله عز وجل أن يكون الناس على إيمان واحد، على معتقد واحد، على فكر واحد لفعل، إذ لا راد لمشيئته سبحانه وتعالى. لكن من حكمته سبحانه وتعالى ومن إرادته أن يتعدد الناس في معتقداتهم وفي أفكارهم. وتأتي الآية وتقول
للمصطفى صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذ إن الإيمان لا يتأتى بالإكراه، الإيمان لابد أن يخرج من الإنسان أو أن يستقر في الإنسان عن طواعية وعن اختيار. أما إيمان يتأتى بالإكراه فإنه لا ينفع صاحبه يوم القيامة. ولعلنا نتذكر ما قلناه في حلقات سابقة في قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا ينبغي أن يتأتى منكم الإكراه في الدين. وعلى من يقول بأن لا ناهية في الآية: لا تكرهوا أحدا على الدخول في الدين، الإيمان الذي ينفع صاحبه يوم القيامة هو الإيمان الذي ينتج من قرار العقل والفكر ويستقر في القلب إيمانا راسخا ثابتا لا يتزعزع. أما إيمان بالإكراه، بإكراه الناس على الدخول في الإسلام أو على الدخول في أي دين من الأديان، فهذا لا يقره الإسلام، لأن التكليف عندنا في الشريعة الإسلامية لابد أن ينبت في تربة الحرية. يعني لابد أن يكون الإنسان مختارا، لابد أن تكون لديه الحرية، وهذا ما منحه الله عز وجل للإنسان، أعطاه حرية الاختيار لكي يؤمن أو لا يؤمن، والحساب عند الله عز وجل يوم القيامة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاءت إرادة الله أن يؤمن الناس كلهم في الأرض لفعل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أيها السادة المشاهدون، ومعروف لدينا أيضا أن هناك وثيقة التعددية التي أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود في المدينة في أول قدومه صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة، إنما هذه وثيقة تقر التعددية ولا تعرف العنصرية ولا الأحادية، وتكرس أسس التعايش، وهي لليوم بين الدساتير والمعاهدات الدولية ما تزال تنال من الراسخية والشموخ والإعجاب الشديد بما لا تحلم به معاهدات ولا المواثيق العالمية على صعيد التعددية والمواطنة والتعايش والحوار بين الثقافات والحضارات. ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة، في وثيقة المدينة: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؟ وينبعث من ذلك أن من القواعد التي يقررها الوعي الناضج أن الأخوة الدينية ليست هي الأخوة الوحيدة فقط بين البشر، بل هناك أخوة الوطن، هناك أخوة دينية في من يجتمعون على معتقد واحد، وهناك أخوة في الوطن، نحن إخوة رغم اختلاف الأديان ورغم اختلاف المعتقدات. وهذا الذي أقوله لم نأتي به من عند أنفسنا، بل هذا ما يقرره القرآن الكريم عندما يقول: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هؤلاء على معتقد، وسيدنا نوح عليه السلام على معتقد هو الحق، ومع ذلك يقول البيان القرآني: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وهنا يقول: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم في الوطن في القوم، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. ولهذه الآية نظائر عديدة جدا في البيان القرآني. إذا نخلص من هذا كله،
أن السمة الأولى لخطاب هذه الجماعات المتطرفة أنه خطاب أحادي عنصري يريد أن يعيش وحده في هذا الكوكب، ويريد أن يتحكم في كل الناس، ويريد أن يحول الناس جميعا إلى المعتقد الذي يعتقده هو، وهذا بخلاف حقيقة الإسلام. السمة الثانية أنه خطاب استعلائي. السمة الأولى خطاب عنصري أحادي، السمة الثانية أنه خطاب استعلائي، ينظر للناس على أنهم أقزام، وهو وحده من بين الفرقاء العملاق الأوحد الذي ينفرد بمعرفة مراد الله تعالى ورسوله من نصوص الوحي. يعني هذا الخطاب استعلائي متكبر يظن أنه هو وحده فقط دون بقية العلماء ودون بقية المفكرين، أنه هو وحده فقط الذي يفهم نصوص الوحي الشريف، هو الذي يفهم القرآن وهو الذي يفهم السنة. والعلماء الذين أفنوا أعمارهم في فهم الشريعة الإسلامية ويدرسون الأدوات التي تعينهم على الفهم، يدرسون اللغة العربية، يدرسون البلاغة العربية، يدرسون علم البيان والبديع والمعاني، ويدرسون النحو والصرف، ويدرسون الأدب العربي، ويدرسون تاريخ نزول القرآن الكريم، ويدرسون علوم القرآن بكل أنواعها، ويدرسون أصول الفقه، ذلك العلم الذي يعصم الفقيه عن الخطأ في الاستنباط، ويدرسون العلوم الفلسفية، ويدرسون علوم الحديث، ويدرسون علوم القرآن. كل هذا هؤلاء لا يفقهون الشرع في نظر هذه الجماعات المتطرفة. من الذي يفهم؟ هم وحدهم، وخلق الله من العلماء الكبار الأفذاذ على مدى القرون، أنا لا أقصد المعاصرين، من العلماء القدامى والمعاصرين، هؤلاء لا يفهمون كما تفهم هذه الجماعات الإرهابية. الغريب الذي يساعد هذه الجماعات على هذا الاستعلاء وعلى هذا التكبر وعلى حصر الفهم للدين في أنفسهم، يساعدهم على ذلك جمهرة من الشباب تستمع إليهم. وللأسف هناك شباب فطرته نقية ومسالم ويحب الدين ويحب شريعة الله عز وجل، فيستمعون إلى هؤلاء بحسن نية على أنهم ملتزمون بالشرع وعلى أنهم هم الذين يفهمون الشرع. وأنا أحذر الشباب جميعا، هذا خطأ كبير. الشباب ينبغي أن يستمع إلى العلماء الربانيين، العلماء الراسخين في العلم، العلماء الذين قضوا أعمارهم في فهم شريعة الله، ولكي يوصلوا هذا الشرع الحنيف السمح إلى المجتمع. لكن هذه الجماعات المتطرفة تحوط بها وتستمع إلى خطابها جمهرة للأسف الشديد. أبرز سماتهم أنهم من الدهماء، يعني من الجهلاء البسطاء، ممن ليس لديهم عمق في الفكر ولا في الثقافة ولا في دراسة الشريعة الإسلامية، يتخاطبون بسطحية وغوغائية ويتلقون عن رموز هذه الجماعات تلقيا لا يعملون فيه عقولهم، ويرون أن صاحب الخطاب مصون من الزيغ والانحراف. لقد عشنا ورأينا بأعيننا واستمعنا إلى أن هناك رجلا يقود جماعة ينبغي أن نصغي إليه وينبغي أن نطيعه ولا
نخالفه في صغيرة ولا كبيرة. هذا من منطلق في نظر هؤلاء أن هذا المرشد معصوم، وأن هذا المرشد هو الذي يفهم الشرع ويجب أننا نستمع إليه. وكل ما يقوله الفقهاء والعلماء والأصوليون والمحدثون والمفسرون عبر القرون لا يستمعون إليه. المهم أن نستمع إلى المرشد، أو نستمع إلى شيخ الجماعة، أو نستمع إلى الأمير، أو نستمع إلى كذا وكذا. وقد رأينا كم من أمير لهذه الجماعات في القرى وفي البلاد حظه من العلم، لا أقول حظه من فهم الشريعة الإسلامية، حظه من العلم أو حظه من الشريعة الإسلامية صفر. ربما هو حاصل على الإعدادية أو على دبلوم أو إلى آخره. فهنا ينبغي أيها الشباب أن نصغي بيقين إلى العلماء الوسطيين المعتدلين الذين فقهوا الشريعة الإسلامية، ولا نتجرأ على حرمات الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أنت تقول هذا حلال وأنت لا علم لك بالحلال، ولا تعرف أن هذا الشيء الذي تقول عنه أنه حلال أنه حلال، ولا تقول عن الشيء أنه حرام بدون علم. لأنك لو أحللت ما حرم الله أو حرمت ما أحل الله عز وجل فأنت تفتري على الله الكذب. والله يقول: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وتأملوا أيها المستمعون، تأملوا هذا الخطاب، وتأملوا التوكيدات التي في الآية. إن الذين، جاء بإن التي تفيد التوكيد، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي يحل ما حرم الله أو الذي يحرم ما أحل الله لا يفلح. ينبغي أن نضع اللجام، تلو اللجام على ألسنتنا عندما نتكلم في قضية الحلال والحرام. لكننا للأسف الشديد نرى بعض الشباب ينساق وراء هذه الجماعات المتطرفة، ثم أنت عندما تناقشه هذا الذي تقدم عليه يجيز الشرع يسكت ولا يعرف، رغم أنه يحمل السلاح، رغم أنه يضر بأمن بلده، رغم أنه يعتدي على الأنفس، رغم أنه يعتدي على الجيران، رغم إلى آخره، وأنت تواجهه. هل هذا الذي تفعله يقره الشرع؟ يسكت ولا يعرف. والأخطر من هذا أنه يذهب لكي يبحث في الشرع، لكي يأتي لك بما يبرر ما فعله من جرم. ينبغي للمسلم أنه لا يقدم على حلال أو حرام، لا يقدم على أي شيء الإنسان إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل في هذا الشيء الذي يجرك إلى تخريب بلدك. البداءة العقلية والبداءة التشريعية تقول بأن هذا حرام وبأن ذا ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. وعندنا قواعد بناها الفقهاء العمالقة من قديم من هذا الحديث، بأنه لا ضرر ولا ضرار صار قاعدة فقهية، وبأن الضرر يزال، وبأن الضرر لا يزال لكن لا بضرر، وأشياء كثيرة جدا في الفقه الإسلامي. ومن صفات هذه الجماعات المتطرفة ومن صفات هؤلاء أنهم دائما يتزرعون بالأحوطية، فيضيقون على عباد الله ما لم يأذن به الله عز وجل. يعني هناك من سمة هذه الجماعات أن كل شيء في الأعم الأغلب حرام، حرام، مكروه، الورع،
الاحتياط، كلما سألت هو يقول لك حرام 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 مكروه. هذا لا يتأتى في الشريعة الإسلامية. المحرمات في الشريعة الإسلامية محصورة، الحلال كثير جدا، الحلال أكثر بكثير من المحرمات، لكن هؤلاء يتذرعون بالاحتياط في الدين وبالأحوطية، مع أن الحديث يقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. من شر ما ابتليت به هذه الجماعات المتطرفة أو هذا الخطاب لانتفاخ العلم الأجوف. أنا كما قلت السمة الثانية لهذه الجماعات أن خطابها خطاب استعلائي فيه كبر على أنهم هم الذين يفهمون شرع الله، ومن ثم يتطاولون على المؤسسات العلمية ذات الأصالة والعراقة التي عاش الفكر وما يزال يعيش في أحضانها، فترى الواحد منهم يتطاول على علماء الأزهر الشريف، يتطاول على علماء الأوقاف، رغم أنه قزم تتعثر خطاه في أبسط المسائل العلمية. والعجيب لو اطلع أحد على ما يدعونه من مؤلفات لهم ما وجد غير غثاء كغثاء السيل، وإطناب يتلوه إطناب في مسائل هامشية الجهل بها لا يضر والتبحر بها لا ينفع. العالم ينبغي أن العالم الحقيقي ينبغي أن يبحث عن القضايا التي تهم وطنه وبلده ومجتمعه، يبحث عما ينفع الناس لا نبحث في القضايا الهامشية. هذا ينتج من أن هؤلاء لم يدرسوا أنواعا عديدة من الفقه. عندنا ما يسمى بفقه الأولويات، وعندنا ما يسمى بفقه المصالح، وعندنا ما يسمى بفقه المآلات، وعندنا ما يسمى بفقه مقاصد الشريعة. وينبغي الآن أن تتحرك هذه العلوم على أرض الواقع وفي عقلية الدعاة وفي عقلية المثقفين. لابد أن يدرس الدعاة القواعد الفقهية، وأن يدرسوا مقاصد الشريعة، وأن يدرسوا فقه الواقع، وأن يدرسوا فقه المآلات، وأن يدرسوا الواقع الذي نعيش فيه، لأنه متغير ويأتي بصور عديدة كل ساعة من الصور التي لم يكن يعرفها الفقهاء الأقدم. السمة الاستعلائية التي فيها الكبر عند هذه الجماعات المتطرفة، أنا أضرب أمثلة من الكبر المحتضن للخطأ عند هذه الجماعات المتطرفة. أولا حصر مفهوم الجهاد في القتال. هم يظنون أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل في القرآن الكريم محصور في القتال، وأننا نقاتل العالم كله لعلة الكفر. كل من لم يكن مسلما في نظر هؤلاء يجب أن نقاتله حتى يسلم، يجب أن يدخل الناس كلهم في القارات كلها الإسلام. وهذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم لا يقره الإسلام. زعموا أن الجهاد إنما شرع بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وشرع من أجل القتال، وهذا خطأ. حصر الجهاد في معناه القتال خطأ. لا شك أن مقاتلة المعتدين شرعت بعد الاستقرار في المدينة، لكن الذي يغيب عن أذهان الكثيرين أن القرآن المكي تحدث عن الجهاد. يعني هذه الجماعات تقول الله عز وجل شرع الجهاد القتالي، والمسلمون في مكة كانوا ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وصاروا أقوياء يجب أن يقاتلوا كل من لم يكن على دينهم. هل هذا الفهم صحيح؟ الواقع أنه فهم خطأ.
أولا الجهاد شرع في مكة كما شرع في المدينة. ثانيا كلمة الجهاد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة، كلمة الجهاد لا تعني الجهاد القتالي فقط، هناك جهاد النفس، هناك جهاد الدعوة، هناك جهاد القتال. عندما نعود إلى مكة ولم يكن في مكة جهاد قتالي، جاءت كلمة الجهاد، فالله عز وجل يقول في سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية، يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به في مكة بأي شيء؟ جاهدهم بالحوار، جاهدهم بالحجة، جاهدهم بالنقاش، اعرض الوحي الذي ينزل عليك عليهم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا جهاد، جهاد يسمى بجهاد الدعوة، أنك تدعو الناس إلى القيم، أنك تدعو الناس إلى المعتقد الصحيح، أنك تدعو الناس إلى الأخلاق الحسنة. هذا نوع من الجهاد وشرع في مكة. وجاهدهم به، ولا يخفى أيها المشاهدون أن الضمير في قوله به يعود إلى القرآن الكريم، وأن الأمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. لكن أي جهاد قصد في هذه الآية المكية؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن تقصد الآية الجهاد القتالي، لما علمت أن الجهاد القتالي لم يشرع إلا في المدينة. والسؤال، لماذا شرع الجهاد القتالي في المدينة؟ ليس لإجبار الناس على الدخول في الإسلام، كما قلنا في بداية الحلقة ليس هناك إكراه على معتقد، بنص آية البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية أنبه كثيرا إلى أنها ليست منسوخة، لأنها خبر، والأخبار في أصول الفقه لا تقبل النسخ، وإلا كانت كذبا. الذي يقبل النسخ الإنشاءات، يعني الأوامر والنواهي، قد يشرع الشرع أمرا ثم يخففه ثم ينسخه، أما الأخبار فلا تنسخ، والآية خبر. ثم إن هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين آية معللة بعلة، وهي قوله تعالى قد تبين الرشد من الغي، والحكم المعلل بعلة لا يقبل النسخ. هذه من قواعد الأصول، الأحكام المعللة بعلل ثابتة لا تقبل النسخ. إذن هذه الآية محكمة، لا إكراه في الدين، لا يتأتى الإكراه في الدين، لا تكره أحدا على الدخول في الدين. إذن شرع الجهاد القتالي في المدينة لماذا؟ ليس لإكراه الناس أو إجبار الناس على الدخول في الدين، وإنما شرع لحماية الدولة التي أنشئت. فنحن نعلم أن الدولة حتى في المفهوم الحديث تتكون من أرض وشعب ودستور، هذا هو مفهوم الدولة في القانون، أرض وشعب ودستور. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذاب إلى المدينة كان هناك من آمن به من المسلمين شعب، وهناك يهود يعيشون في المدينة شعب، فجاء بالدستور بالوثيقة التي تحدثنا عنها، وتتضمن أكثر من 90 بندا، وكما قلنا في أول حلقة منها لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. فهذه الوثيقة الدستور. شرع الجهاد القتالي في المدينة للدفاع عن الدولة، من أجل الدفاع عن هذه الأرض وعن هذا الشعب الذي يعيش في هذه الدولة وعن هذا الدستور. ومن هنا فكل بلد يعتدى عليها يشرع لها الجهاد القتالي. فنحن في مصر إذا اعتدى أحد على بلدنا أو على أرضنا أو على شعبنا، فإننا لا شك أننا نقاتله بالجهاد القتالي. غير أن هذه الجماعات المتطرفة
تظل مصرة على رأيها المضلل الذي حصر الجهاد في معناه القتالي فقط، متغافلة ومتجاهلة سائر المعاني المتعددة والمتعلقة بجهاد النفس، وهي ما تحتاج إلى المجاهدة الحقيقية، لأن هذا المعنى الذي يوظفونه لخدمة أغراضهم الخاصة. من الأفكار المضللة والخاطئة لدى هذه الجماعات الإرهابية، والتي ينبغي أن يحذر الناس والشباب على وجه الخصوص من أفكار هذه الجماعات المتطرفة. الخطأ الثاني وصفهم المجتمعات الحالية بالمجتمعات الجاهلية، مجتمع جاهلي، مجتمع كافر، ومن ثم يكفرون المجتمعات. نحن أيها السادة المشاهدون، عندما نتأمل في القرآن الكريم نجد أن كلمة الجاهلية ذكرت في القرآن الكريم 4 مرات. في سورة آل عمران جاءت كلمة الجاهلية مقرونة بكلمة الظن، أو وصفت بكلمة الظن، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في سورة المائدة نجدها مقرونة بكلمة الحكم، أو وصفا لهذا الحكم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في سورة الأحزاب نجدها مقرونة بالتبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وفي سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، كما تعرض البخاري رحمه الله في صحيحه للفظ الجاهلية فقال المعاصي من أمر الجاهلية. هذا ما ورد، لكن لابد أن نفقه ما ورد، لابد أننا نفقه النصوص القرآنية في سياقاتها المتعددة، ولابد أن نفهم القرآن الكريم من خلال لغة العرب، ولابد أن نفهم القرآن الكريم من خلال مقصد القرآن الكريم، ومن خلال أدوات وعلوم عديدة جدا لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم، وأن يفهم مناسبات النزول، وأن يفهم الجو الذي نزلت فيه الآيات القرآنية. هنا أمران. الأمر الأول، نطرح هذا السؤال: هل يصح إطلاق لفظ الجاهلية دون تقييد مجتمع جاهلي؟ السؤال الثاني الذي نطرحه: هل يصح وصف المجتمعات الحالية في البلاد الإسلامية والعربية بهذه الكلمة، بكلمة الجاهلية؟ هذان سؤالان. نعود إلى الجواب عن هذين السؤالين من خلال نصوص الشرع الشريف، ومن خلال فهمنا للقرآن الكريم وللسنة النبوية. في الجواب عن الأول، عن السؤال الأول، هل يصح إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمع دون تقييد؟ نقول لا يصح بحال من الأحوال، لأن الكلمة إذا أطلقت دون تقييد فإنها تتضمن معنى الكفر. إذا قلنا هذا مجتمع جاهلي يعني هذا مجتمع كافر، وفي هذه الحال تشمل بقى العقيدة والأخلاق والعبادات والمجتمع كله، إذ اللفظ العام ينصرف إلى كل أفراده، واللفظ المطلق يشمل كل أجزائه ما لم تأتي قرينة أخرى. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، اللفظ العام ينصرف إلى جميع أفراده. فإذا ما قال الله لنا في القرآن الكريم مثلا قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون لفظ عام لأنه جمع محلى بالألف واللام، فينصرف إلى كل أفراد المؤمنين. فاللفظ العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل التقييد. فإذا قلنا هذا المجتمع مجتمع جاهلي، إذن نحن رمينا هذا المجتمع المسلم، رميناه بالكفر في الاعتقاد والمعاملات والعبادات وفي كل شيء. فالمجتمع في نظر هؤلاء وبفكر هؤلاء قد خرج من الإسلام. إذن جاهلية العقيدة لا تعني غير الكفر، والباقي قد يكون خليطا بين الكفر والمعاصي. وهنا لما نعود إلى المجتمع
هل نجد المجتمعات العربية والإسلامية مجتمعات كافرة؟ الجواب لا، فالناس جميعا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام. أعتقد أن الجواب عن السؤال الثاني يحتاج إلى وقت طويل وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.